قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان بتسليم التعويضات للمستحقين من الأهالي الذين تضررت مساكنهم نتيجة الحريق في أحد أنابيب النفط في قرية بوري، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ولأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظهم الله ورعاهما. وقد قام سعادة الوزير حميدان بتسليم التعويضات من منطلق مسؤولية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتعويض المتضررين من حرائق المنازل وتوفير مساكن مؤقتة لهم لحين الانتهاء من إصلاح مساكنهم ضمن نظام المساعدات الاجتماعية الذي تقدمه الوزارة للمواطنين. وقد تم تصنيف المنازل المتضررة إلى ثلاثة مستويات، بل إلى ثلاث مستويات بين حرجة ومتوسطة وبسيطة، وقد وصلت قيمة التعويضات المستحقة إلى 2000 دينار كحد أقصى. وفي هذا الإطار أشاد حميدان بتوجيهات القيادة الرشيدة إلى كافة المسؤولين المعنيين نحو سرعة إدارة الأزمات والوقوف على احتياجات الأهالي من المتضررين من حريق أحد أنابيب النفط في قرية بوري، منوها بتعاون وتكاتف كافة الأطراف الرسمية والأهلية في سرعة إغاثة الأهالي، مؤكدا أن هذا الحادث أبرز الصورة الحقيقية والروح الأصيلة التي يتميز بها شعب البحرين المحب والمتآلف والمتكاتف في كافة المواقف. من جانبه أكد سعادة السيد علي بن عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية أن حادث تفجير أنبوب النفط في منطقة بوري هو حدث غير مسبوق في تاريخ البحرين وفي حجم الأضرار الناجمة عنه، مشيدا بتوجيهات القيادة الرشيدة لسرعة التعامل مع الأزمة، منوها بنخوة الأهالي في استقبال المتضررين وتلبية احتياجاتهم، ما يعبر عن الروح الأصيلة في أبناء البحرين. هذا وأكدت الشيخة عائشة بنت علي الخليفة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن التعاون بين الجهات المعنية ساهم في سرعة تقييم الأضرار وصرف التعويضات. قامت الوزارة بالتواجد منذ اليوم الأول للحادث في موقع الحدث، وكذلك شكلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية آلية عمل عبر تشكيل فرق عمل قامت بالزيارات الميدانية لتفقد أحوال الأسر بقرية بوري وتقدير الأضرار. ولا يفوتني أن أشيد بالتعاون البناء من وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الدفاع المدني، حيث تفضلت مشكورة بتوفير التقارير اللازمة لاستكمال إجراءات صرف المستحقات، وبإشراف ومتابعة مستمرة وحثيثة من محافظ المحافظة الشمالية الذي ما زال يتابع معنا جميع الأعمال. والحمد لله استطعنا أن نصرف اليوم المستحقات لهؤلاء المواطنين المتضررين.